أهلا وسهلا والسلام عليكم، هذه تحيتي مني تزف إليكم أحبابنا آل جاكرتا. ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. أنا ابن المغربي ازدحمت بأرضي كنوز قرآني، ورثنا عن أبي موسى جمال الصوت رباني. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا سترى دموع العاشقين تسيل. هذا مقال فيك يا شرف الورى، ومدح فيك يا رسول الله قليل. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. ما شاء الله.